هنا بليل مواطنات مواطنين نحن اليوم نحتفل بذكرى يوم الأرض اليوم 30 مارس 2014 نحتفل في هذا التاريخ بيوم أرض المجيد وهو يوم يذكرنا بالإضراب العام الذي شن على أرض فلسطين بأسرها شمالا وجنوبا شرقا وغربا إضراب تحول إلى انتفاضة وحدت الشعب الفلسطيني في نفس اليوم من سنة 1976 ضد مشروع استيلاء صهاينة على أراضي في الجليل فرد الفعل هذا عظيم حيث وحدت الانتفاضة الشعب الفلسطيني في ذاك الوقت بمختلف مكوناته من كل الأجيال في المدن والقرى في القدس والجليل وفي المناطق الصحراوية في النقب في الضفة وغزة بما فيهم البدو والدروز كل شعب على ضفتي الخط الأخضر بمعنى حدود 67 من جهة أولئك الذين استطاعوا الصمود على أراضيهم ولم تنجح آلية التنقية العرقية المجرمة في 48 من اختلاعهم من أراضيهم إلى الذين شملهم الاحتلال خلال عدوان سنة 67 ووجهت هذه الانتفاضة في تاريخ 30 مارس 76 المجيدة بقمع شرس شديد من طرف سلطات الاحتلال الصهيوني الوحشي شهداء وجرحى بالمئات ومعتقلين بالمئات ننحني اليوم إجلالا لذكرهم يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح نحتفل اليوم بهذه الانتفاضة التي ترمز إلى وحدة الشعب الفلسطيني ضد اغتصاب الأرض وضد محاولة يائسة ولن تتوقف منذ اليوم الأول ألا وهي محاولة التنقية العرقية لأرض فلسطين من أجل تحقيق الكابوس الصهيوني لترحيل الشعب من أراضيه والمسمات بأرض بدون شعب الصهيون اطلع برا فلسطين أرضي حرة الصهيون اطلع برا فلسطين أرضي حرة الصهيون اطلع برا فلسطين أرضي حرة الصهيون اطلع برا فاليوم 30 مارس معلمة في تاريخ تشبث الشعب الفلسطيني بوحدته في معركته التحريرية فمعركة الأرض مستمرة في فلسطين يوميا فهكذا معركة الأرض أفشلت الأمس القريب ما سمي بمخطط براون الذي كان هدفه اقتلاع الفلسطينيين البدو الذين يعيشون منذ الأزل بالنقب في أراضي 48 بالاعتماد على تدمير قراهم ومنعهم من مراعيهم وترحيلهم إلى مناطق ضيقة ومحروسة لاستبدالهم بالمستوطنين وهذا يبرهن أن منطق صهيونية هو يستمر منذ الأول في استيلاء على الأرض وفي التنقية العرقية والاستيطان لما فيها اليوم أراضي 48 لأن النظام الصهيوني لم يتغير وشبيه تماما بالنظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا وكما هزم هذا النظام في جنوب إفريقيا سيهزم النظام الصهيوني الشهيد شهيدة فلسطين المجيدة الشهيد شهيدة فلسطين المجيدة الشهيد
مجيدة ألف شهيد وشهيدة. الصهيونية يعني اخترعت يعني في الجرائم، واليوم يعني نازيين بعد يعني حرب عالمية ثانية فرض على المجتمع الدولي أن يخترع يعني جريمة هي إبادة جنس، واليوم مفروض علينا بتعليمات يعني من محكمة رسل الدولية أن نعي أن صهاينة اخترعوا جريمة أخرى وهي تدمير مجتمع. وأضعاف الإيمان رد الفعل، نحن كشعب مغربي هو الرفع التطبيع بجميع أشكاله المخابراتية. الشعب يريد تجريم وتطبيع، الشعب يريد تجريم وتطبيع، الشعب يريد تجريم وتطبيع، الشعب يريد تجريم وتطبيع، الشعب يريد تجريم وتطبيع. واليوم علينا أن نرفض التطبيع بجميع أشكاله العسكرية والمخابراتية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية والرياضية. الشعب يريد تجريم وتطبيع، الشعب يريد تجريم وتطبيع، الشعب يريد تجريم وتطبيع، الشعب يريد تجريم وتطبيع. لا للتطبيع مع الأبرتايد الصهيوني، لا للتطبيع مع العنصرية الصهيونية، لا للتطبيع مع العنصرية الصهيونية، لا للتطبيع مع العنصرية الصهيونية، لا للتطبيع.